الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على تسهيل الإجراءات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة. الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة تحملت تكلفة كبيرة لتوفير سكن بديل لتغيير حياة المواطنين للأفضل. التدريب الجوي المصري الإماراتي المشترك زايد 3 يختتم فعالياته في دولة الإمارات. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع الزميل أحمد أبو زيد. أهلا بك. أهلا بك ندى، شكرا جزيلا، أسعدتم أوقاتا. كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من النماذج المشاركة في المشروعات القومية للإسكان. جاء ذلك في إطار حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي إفطار الأسرة المصرية على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر. أكد الرئيس ترحيبه بجميع الآراء، مؤكدا السعي لتغيير الواقع إلى الأفضل. اسمحوا لي أن أنا أوجه لكم كل تحية وكل تقدير واحترام لكم ك يعني نموذج من نماذج المصريين كلها، فمن خلالكم بوجه التحية للشعب المصري. والحقيقة أنا عايز أسمع منكم، بالمناسبة أنا مستعد أسمع أي حاجة تقولوها وأي نقد تقولوه وأي سؤال تسألوه. وبالمناسبة برضو أنا إن شاء الله دايماً صريح وصادق، دايماً صريح وصادق، يعني ما أعرفش يعني عشان تبقوا مطمنين. أنا بتكلم دايماً بفضل الله سبحانه وتعالى، حسب فهمي وحسب معرفتي وحسب الأمانة اللي تقتضي عليا إن أنا أتحدث بها مع الناس، كل الناس. ودي طبيعة يعني ربنا سبحانه وتعالى يسعدني إن أنا أستمر فيها. وقال الرئيس السيسي إن البلاد كانت قد تعرضت لمحاولات لتدميرها لكن تم إحباطها. أضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال حفل الإفطار مع الأسرة المصرية إن ما تحقق الآن بفضل الشعب المصري الذي تصدى لمحاولات تخريب البلاد. فضل لله سبحانه وتعالى في أنه هو أنقذ البلد ديت. وأنا لما بتكلم في النقطة ديت بقولها لكم عشان تعرفوا أن ما كانش المفروض نوصل للي احنا فيه. كان المفروض نوصل لخراب ونتقاتل مع بعضنا البعض. حتى اللي كانوا هيقتلونا وقتلونا هم ما كانوش عارفين أن هم أداة لتدمير البلد ديت. ده يعني بحسن النية، بفترض حسن النية، إن هم ما كانوش عارفين إن فكرهم سيؤدي إلى تدمير الدولة وخربها. طب مين وقف في الأمر ده كله؟ أنتم وقفتوا، وأنا قلت قبل كده وقدمتم. الأم قدمت ابنها، والأب قدم ابنه، والأخ والزوجة والبنت اللي عندها اب سوشيال سواء كان في الجيش او في الشرطه. انتوا اللي قدمتوا ده، يعني انتوا اللي تصديتوا باكبادكم بابنائكم من اجل حمايه الوطن ده. دي نقطه الاولانيه. ثم مسيره التغيير والتصحيح محدش دفع ثمنها غيركم، عشان برضه يبقى الفضل لله سبحانه وتعالى ثم للمصريين. وأضاف الرئيس السيسي أن التصحيح لم يدفع ثمنه غير المصريين، مشددا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم ينجح إلا بإرادة المصريين. صدقوني ما نجحش الإصلاح الاقتصادي ده إلا بكنتم، بكل بيت في مصر، بكل بيت في مصر، بكل أسرة مصرية. اللي قدم أي مكان اللي قدمه واللي عانى ايا ما كانت معاناته. لكن في النهايه البرنامج ده ما نجحش الا بالمصريين. بكل اسره تحملت ودفعت تكلفه الاصلاح ده. طيب هل الاصلاح كان ضروري؟ كان حتمي؟ انا عايز اقول لكم في 2016 وقبلها
لو احنا فاكرين كويس هنلاقي ان الامور كانت ماشيه في طريق مش جيد. كانت خلاص ما بقاش في عمله حره، وبالتالي مش قادرين نجيب مستلزمات الانتاج للمصانع، والناس اللي عندها مصانع سواء كان قطاع خاص او غيره هتقفل مصانعها وتمشي الناس، هتمشي بالملايين، هتمشي بالملايين. طب الناس دي هتعيش ازاي؟ طب احنا عايزين نحول او الناس اللي شغاله جوه مصر عايزه تطلع ارباحها بره، هتجيب منين؟ طب احنا عايزين نجيب مستلزمات اخرى لحياتنا، هنجيبها ازاي؟ كنت انا لما جينا اتناقشنا في الموضوع ده قلنا يا جماعه احنا قدامنا خيارين، يا الناس اللي في الريف هتفهم ده اكتر، يعني يا انايه ميه نعديها وممكن نعيش لو عملنا دلوقتي، ولو سبناها مش هتبقى انايه، هيبقى بحر ومش ممكن نعيش. وأكد الرئيس السيسي حرصه على أن يكون قانون العمل الموحد متوازناً قدر الإمكان، مضيفاً أنه يتم إجراء حوار مجتمعي فيما يتعلق بأي قرارات يتم اتخاذها. إحنا بنحاول نعمل كل حاجة بشكل متوازن، بشكل متوازن. يعني إيه متوازن؟ يعني نحقق توازن ما بين الإيجابيات والسلبيات، ما نملش يمين قوي ولا نميل يسار قوي. التوازن ده مطلوب في كل حياتنا، وقد يكون غريب علينا لان احنا يمكن ما كناش ماشي، يعني امورنا مش ماشيه بتوازن في حاجات كتير. طب حصل نقاش وحوار مجتمعي فيما يخص القانون؟ اكيد الموضوع بيتناقش وتناقش بواسطه منظمات مجتمع مدني، بواسطه البرلمان واللجان التخصصيه اكيد. طب الكلام ده جوه مجلس الوزراء خد نقاش كبير فيه؟ اكيد، حتى نتلافى اي تاثيرات سلبيه ما امكن. كما شدد الرئيس السيسي على ان الدوله حريصه على تسهيل الاجراءات لدعم قطاع المشروعات المتوسطه والصغيره. احنا هنعمل المشروع، تخش حضرتك يعني عايز تعمل شغل تاخد المكان، مش كده يا دكتور اسامه؟ ونقدر نوفر لك كمان سواء كان من خلال الجهاز او من خلال البنوك تمويل للمشروع اللي انت عايز تعمله. يبقى انا وفرت عليك مراحل قد ايه؟ وفرت عليك انك انت الارض دي اترفقت ولا ما اترفقتش، الارض دي قدرت تلاقي فلوس تعمل فيها المشروع الصغير مصنعك ولا ما عملتوش، وخدت الاجراءات مع الحكومه او مع البيروقراطيه بتاعت الدوله في الرخصه والكلام اللي الكتير اللي بيتعمل ده. لا، احنا قلنا هنخلص ده كله. يعني ايه؟ يعني انا هخش الاقي مكان زي ده اشتغل عليه؟ ايوه يا فندم. واحنا خلصنا 15 منطقه، مش كده يا فندم؟ 15 منطقه بالطريقه دي، بدءا من مشروع صغير لغايه اكبر من كده. كما اوضح الرئيس السيسي ان الدوله تسعى لاتاحه مناطق حرفيه خلال الفتره المقبله، مشددا على ان تنفيذ المشروعات يتم بجوده كبيره للغايه. احنا مثلا قلنا نبتدي نعمل مناطق حرفيه. مناطق ايه؟ مش بقى مناطق صناعيه، مناطق حرفيه. يعني ايه حرفيه؟ اللي هي لو انت النهارده عايز يعني تعمل حاجه في العربيه، مش عارف تعمل ايه، حاجات اشغال من اللي هي بيتكلم عليها اخونا. يعني احنا متحركين في ده، وبنعمل برضو تصميمات راقيه جدا، وهي معموله مش لحد، ليكم، معموله لمين؟ ليكم انتم، عشان الناس تبتدي تتنقل. بننقل يعني اقول اسماء، بسوس مثلا على سبيل المثال وغيره، مش كده؟ يعني مناطق كلها قلنا لا، ده احنا هنعمل مناطق جديده خالص معموله زي ما بتشوفوا كده. شوفوا الدوله مش هتعمل حاجه الا زي ما الكتاب بيقول. كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة حريصة على أن تسهم جهود تطوير التعليم الجارية في تحسين جودة العملية التعليمية بأكملها. إزاي المجتمع يتصور أن الدولة ممكن تعمل حاجة ضد مصلحة ناسها؟ ولا إحنا قاعدين نعمل إيه؟ إحنا قاعدين نعمل إيه؟ لو أنا النهاردة هعمل لك
في التعليم مشكله. مش كده يا دكتور مصطفى؟ لا لا لا، جاب 90% هيخش كليه الطب مثلا. طب قبل كده كان بيجيب 99، طب بقى بيجيب 80 هيخش كليه الطب برضه. ليه؟ احنا بناخد اعلى الدرجات، الدرجات دي قلت مش معناه انه ملوش مكان. لا لا لا، ليه مكان. بطمنكم وبطمن من خلالكم كل الناس في مصر، لا طبعا احنا حرصنا على ان احنا التطوير ده يهدف الى تحسين العمليه التعليميه وليس هدم مستقبل ابنائنا. ياتي ذلك فيما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنيه الفيديو كونفرنس في مدينه بدر مشروع الاسكان الاجتماعي بمدينه 15 مايو، كما افتتح الرئيس السيسي مشروع الاسكان المتوسط دار مصر بمدينه 15 مايو والمرحله الاولى من الاسكان الاجتماعي بمدينه بدر، وايضا مشروع سكن مصر بمدينه القاهره الجديده وسكن مصر بالعبور الجديده. هذا وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تحملت تكلفة كبيرة لتوفير سكن بديل لتغيير حياة المواطنين للأفضل، كما أوضح أن الدولة تصدت بشجاعة لقضايا ومشكلات متراكمة منذ عقود. وأكد الرئيس السيسي أن طرح الدولة لوحدات سكنية يهدف لتحقيق التوازن وليس لمنافسة القطاع الخاص. وخلال الفترة التي امتدت من عام 2015 وحتى العام الجاري انتهت الدولة من تطوير 317 منطقة غير آمنة بإجمالي 211 ألف وحدة سكنية، وتعددت مشروعات تسكين المناطق غير الآمنة بين الأسمرات وأهالينا وروضة السيدة. فيروز مكي تسلط الضوء في هذا العرض على أبرز ما اتخذته الدولة من خطوات في هذا المجال. معركة مصيرية تلك التي خاضتها الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات، وكان عام 2014 بمثابة شرارة هذا الحلم الذي سرعان ما تحول إلى حقيقة لتطوير كافة مناحي حياة المواطنين وتوفير مختلف الخدمات لهم. فكان التحدي الرئيسي في عام 2015 يتمثل في أن أكثر من 1 مليون مواطن يعيشون في 357 منطقة غير آمنة ب25 محافظة، ويسكنها 246
ألف أسرة. بلغت تكلفة المشروعات المنفذة والمخططة لتطوير العشوائيات في الفترة من 2015 وحتى 2021 بلغت 425 مليار جنيه. تم تخصيص 63 مليار جنيه منها لتطوير المناطق غير الآمنة والتي تبلغ 357 منطقة. هذا كما تم تخصيص 318 مليار جنيه لتطوير المناطق غير المخططة والتي بلغت مساحتها 152 ألف فدان. كذلك تم تخصيص 44 مليار جنيه لتطوير الأسواق العشوائية والتي بلغ عددها 1105 أسواق. خلال الفترة من 2015 وحتى عام 2021 تم الانتهاء من تطوير 317 منطقة غير آمنة بإجمالي 211 ألف وحدة سكنية، أي ما يعادل 90% من جملة هذه المناطق، وجار الانتهاء من 10% من هذه المناطق بواقع 40 منطقة بإجمالي 35 ألف وحدة سكنية. عن موقف تسكين المناطق غير الآمنة، فتوزعت بين العديد من المشروعات، من بين هذه المشروعات الأسمرات 1 و2 والذي تم خلاله تسكين 11 منطقة غير آمنة من خلال 10980 وحدة سكنية بإجمالي تكلفة بلغت 1.4 مليار جنيه. أما مشروع الأسمرات 3 فقد تم تسكين أهالي 12 منطقة غير آمنة فضلا عن استكمال 3 مناطق غير آمنة، وذلك من خلال بناء 7298 وحدة سكنية بإجمالي وصل لمليار و900 مليون جنيه. أما مشروع المحروسة 1 و2 فتم من خلاله مشاهدين تسكين أهالي 8 مناطق غير آمنة، وذلك ببناء 4776 وحدة سكنية بتكلفة وصلت 809 ملايين جنيه. يأتي مشروع أهالينا 1 لتسكين أهالي إحدى المناطق غير الآمنة من خلال بناء 1096 وحدة سكنية بإجمالي 640 مليون جنيه. إلى جانب ذلك فهناك العديد والعديد من المشروعات الأخرى مثل روضة السيدة والتي تأتي ب 816 وحدة سكنية بإجمالي 330 مليون جنيه، وأيضا بالإضافة إلى مثلث مسبيرو ومشروع معا وغيرها من المشاريع. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لجهود الدولة للقضاء على العشوائيات، الحلم الذي تحول إلى حقيقة. شكرا لطيب المتابعة. وكان توفير حياة كريمة لأبناء هذا الوطن ومسكن ملائم لقطع كبير منهم هو حلم القيادة السياسية والشغل الشاغل منذ اليوم الأول لتوليها المسؤولية. وكان في قلب هذا الحلم مشروع القضاء على العشوائيات والذي نجحت فيه الدولة المصرية باقتدار. في تفاصيل المشهد المصري تظل معركة القضاء على العشوائيات ملهمة وشاهدة على أن أحلام أبناء هذا الوطن قابلة للتحقق طالما توافرت الرؤية والإرادة. كان توفير حياة كريمة لأبناء هذا الوطن ومسكن ملائم لقطاع كبير منهم كان حلم القيادة السياسية والشغل الشاغل منذ اليوم الأول لتوليها المسؤولية، لتعمل على تطوير كافة مناحي حياة المواطنين وتوفير مختلف الخدمات لهم. استندت استراتيجية الدولة في ذلك على عدة محاور تتمثل في تطوير العمران القائم وتحسين جودة الحياة في الريف والحضر من خلال تطوير العشوائيات وتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذلك تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، هذا إلى جانب تنفيذ العديد من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية. كان في القلب من هذا الحلم مشروع القضاء على العشوائيات الذي نجحت فيه الدولة المصرية باقتدار لتخرج المشروعات إلى النور الواحدة والآخر. الأسمرات بمراحلها الثلاثة
أهالينا والمحروسة، روضة السيدة وغيرها الكثير. عرفت مصر وللمرة الأولى من تاريخها فلسفة إنشاء مشروعات سكنية حقيقية تلبي احتياجات قاطنيها الحياتية من بنية تحتية وتوفير الخدمات ووسائل النقل وغيرها. بالأرقام، بلغت تكلفة المشروعات المنفذة والمخططة لتطوير العشوائيات نحو 425 مليار جنيه. تم تخصيص 63 مليار جنيه منها لتطوير المناطق غير الآمنة والتي تبلغ 357 منطقة، كما تم تخصيص 318 مليار جنيه لتطوير المناطق غير المخططة والتي بلغت مساحتها 152 ألف فدان. تجربة مصرية خالصة يتوقف أمامها الزمن كثيراً، فما نفذته الدولة خلال 7 سنوات من وحدات سكنية يعادل ما تم تنفيذه خلال 38 عاماً، في رسالة واضحة أن هذا الوطن قادر دوماً على اختصار الزمان والمكان. يأتي هذا فيما تواصل الدولة جهودها لتطوير وإحياء منطقة القاهرة التاريخية لإعادتها إلى رونقها ومظهرها الحضاري والتاريخي الذي تميزت به على مدار سنوات طويلة. يقسم مشروع تطوير القاهرة التاريخية الذي تبلغ كلفته المبدئية نحو 2 مليار جنيه إلى 4 مراحل. بعد عقود من الإهمال، تواصل الدولة جهودها لتطوير وإحياء منطقة القاهرة التاريخية لإعادتها إلى رونقها ومظهرها الحضاري الذي ظلت تتميز به على مدى سنوات طويلة. ينقسم المشروع الذي تبلغ تكلفته المبدئية نحو 2 مليار جنيه إلى 4 مراحل تشمل 149 أثراً متضمنة أعمال الحفظ والترميم والصيانة وإعادة التوظيف، وذلك بهدف تحويل القاهرة إلى متحف مفتوح للمصريين والعالم أجمع شاهد على كافة الحقب التاريخية التي مرت بها مصر. يتضمن المشروع إعادة إحياء المباني التراثية ذات القيمة وإعادة توظيفها لدمجها في النسيج العمراني التاريخي، فضلاً عن إعادة تأهيل المباني ذات الحالة الجيدة والمتوسطة لتحسين الطابع العمراني، بالإضافة إلى الارتقاء بالفراغات المفتوحة والعامة ومسارات الحركة والمشاة. كما يشمل المشروع أيضاً تطوير محاور الحركة والوصول من خلال خلق محور ربط من شمال إلى جنوب العاصمة يربط الحيز الجغرافي للقاهرة التاريخية بحواضرها، مع إعادة تنظيم حركة سير المركبات بجانب تحسين شبكة الطرق، مع الحرص على عدم تقطيع روابط المدينة القديمة بمحاور مرورية. اللافت في عملية التطوير أنها تقوم على الشراكة المجتمعية والوصول إلى أفضل وضع ممكن مع الحفاظ على رضا المواطن. يستهدف المشروع القومي لتنمية الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4500 قرية، كما يستهدف تحسين جودة الحياة لحوالي 58 مليون مواطن خلال 3 سنوات. كريمة هي الحياة طالما على أرض مصر، عبارة تتجسد معانيها يوما بعد يوم، لا سيما مع إطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يستهدف المشروع رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4500 قرية وأكثر من 28 ألف تابع، كما تستهدف تحسين جودة الحياة لحوالي 58 مليون مواطن خلال 3 سنوات وبموازنة تقارب 700 مليار جنيه أو يزيد. تم تقسيم المشروع لثلاثة مراحل، الأولى تستهدف القرى التي تتعدى نسبة الفقر في سكانها 70%، بينما تشمل المرحلة الثانية القرى التي تتراوح نسبة الفقر فيها بين 50% إلى 70%، أما المرحلة الثالثة فتشمل القرى التي تقل نسبة الفقر فيها عن 50%. ونجحت الدولة حتى الآن في تحسين معدل التغطية بالخدمات الصحية بنحو 24 نقطة مئوية خلال المرحلة الأولى من المبادرة، فضلاً عن تحسين معدل التغطية بالخدمات التعليمية بحوالي 12 نقطة مئوية، كما ارتفع معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 46 نقطة مئوية، فيما تم إتاحة مشروعات صغيرة بقيمة 438 مليون جنيه وتوفير 71 ألف فرصة عمل، الأمر الذي ساهم في تحسين مؤشر جودة الحياة في القرى التي تم تطويرها خلال المرحلة الأولى بحوالي 18 نقطة مئوية، وانخفاض متوسط معدل الفقر فيها
بحوالي 14 نقطة. حياة كريمة شعار الجمهورية الجديدة الذي يأتي كترجمة لمساعي دولة 30 من يونيو لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. في سياق متصل، شرعت الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالإنسان للارتقاء بجودة حياة المواطنين وترسيخ قيم ومبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي التي بدأت من الأماكن الأكثر فقراً. تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل الدولة، حيث تحتل تلك المشروعات موقع الصدارة على أجندة الدولة المصرية بما لها من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بمختلف المجالات. أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لروسيا جراء سقوط طائرة روسية في تركيا أثناء المهمة الإنسانية التي كانت تقوم بها هناك. وفي بيان عن وزارة الخارجية، أعربت مصر عن تضامنها في هذا المصاب الأليم وتقدمت ببالغ التعازي لذوي الضحايا. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الإماراتي المشترك زايد 3 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية، والذي استمرت فعاليته لعدة أيام بدولة الإمارات العربية المتحدة.
اختتمت فعاليات التدريب المصري الإماراتي الجوي المشترك زايد 3 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية، والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بدولة الإمارات العربية المتحدة. تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث، وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية في تناغم كامل. فضلا عن التدريب على التزود بالوقود في الجو. وأظهر التدريب المستوى المتميز والاحترافية العالية الذي وصلت إليه العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين، بما يعزز من قدرة القوات على إدارة عمليات القتال الجوي المشتركة بكفاءة واقتدار. يأتي التدريب في ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية المصرية والإماراتية لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين لمواجهة كافة المخاطر والتحديات التي قد تستهدف المساس بالأمن والاستقرار بالمنطقة. استقبل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلا من الفريق بحري تشارلز كوبر قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، وجوناثان كوين السفير الأمريكي لدى القاهرة لمشاهدة قاعدة برنيس البحرية وما توفره هذه القاعدة الحديثة ومرافقها من إمكانات داعمة للأسطول البحري المصري والوحدات البحرية للدول الصديقة والشقيقة. جاء ذلك خلال زيارة الطراد الأمريكي USS مونتاري إلى قاعدة برنيس البحرية التي تمثل أول نشاط بحري ينفذ بالقاعدة، يأتي ذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة. نظمت الكلية الفنية العسكرية يوما علميا للأنشطة العلمية المختلفة، والذي شمل إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية 5 للابتكار في الأنظمة غير المأهولة، وإعلان نتيجة المسابقة الدولية الأولى للأقمار الصناعية، وإعلان نتيجة المؤتمر الدولي 5 للطلبة بمرحلة البكالوريوس. وخلال كلماتها أشار مدير الكلية الفنية العسكرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية المختلفة من مسابقات ومشاريع وابتكارات، مؤكدا أن الابتكار والتفكير المنهجي يخلق الإبداع لدى الطالب. استمرارا لمبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصلت وزارة الداخلية توجيه قوافل المساعدات العينية والطبية والخدمية للمناطق الأكثر احتياجا، كما قامت الإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية بتقديم المساعدات العينية لعدد من أسر نزلاء السجون والمفرج عنهم. تواصل وزارة الداخلية مشاركتها في دعم ومساندة الأسر المصرية وتوفير حياة كريمة لهم في المناطق الحضرية الجديدة والأشد احتياجاً، من خلال استمرار فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتشمل محافظات جديدة. فقد وجهت وزارة الداخلية تحت مظلة هذه المبادرة قوافل من المساعدات العينية والطبية والخدمية للمواطنين من قاطني تلك المناطق. انطلقت القوافل متضمنة مساعدات عينية إلى المناطق المستهدفة بكل محافظة ليتم توزيعها على المواطنين المستحقين لها، إما في أماكن مخصصة لهذا الغرض أو في أماكن إقامتهم. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر،
والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكايه. خدمات طبية تضمنتها القوافل الموجهة إلى المناطق الأشد احتياجاً بالمحافظات من خلال أطقم طبية عالية الكفاءة في مختلف التخصصات، باشرت عملها بالكشف الطبي على المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية. خدمات قطاع الأحوال المدنية كانت ضمن القوافل بعد أن وجه القطاع سيارات مجهزة مستحدثة تعمل بالطاقة الشمسية إلى المناطق المستهدفة ليتمكن المواطنون من الحصول على مصدرات القطاع. لو تحتاجينا بتلاقينا دايماً هنا شرطة وشعب. امتد الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية في إطار مبادرة كلنا واحد ليشمل المفرج عنهم وأسر نزلاء السجون. من هذا المنطلق نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية لتسليم المفرج عنهم وأسر السجناء هدايا عينية. من بين هؤلاء من مدت لهم وزارة الداخلية يد العون لبداية حياة جديدة من خلال التكفل بإقامة مشروعات صغيرة وفرت لهم حياة كريمة وساهمت في دمجهم في المجتمع والابتعاد بهم عن مسلك الجريمة، وهو جوهر السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية. فتحت يعني محل وهم وفروا لي ثلاجة ومكنة ووفروا لي يعني عيشة كريمة، بدل ما الواحد يفكر في عيشة غلط تاني بعد السجن اللي قضاه. وواقف متواصل يعني في المحل والحمد لله رب العالمين ماشي بما يرضي الله. أنا خرجت من القناطر متعلمة الخياطة هناك وطلعت بصنعة كويسة وتنفعني للمستقبل برضو القادم، وإن أنا أجهز بناتي وأقف جنبهم، وقدمت برضو في الرعاية اللاحقة إن أنا عاوزة مكانة وهم بيساعدوني الحمد لله، هم كلهم الشكر ليهم. بشكر برضو السيد الرئيس. وتستمر منظومة الدعم المتكامل الذي تقدمه وزارة الداخلية لكافة فئات المجتمع لتخفيف الأعباء عنهم وتفعيلا لدورها الإنساني والمجتمعي. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في 10 محافظات على مستوى الجمهورية تحت شعار حقك تنظمي، وذلك خلال الفترة من يوم 15 وحتى 26 من شهر أغسطس الجاري. من المقرر أن يتم تنفيذ الحملة على مرحلتين، وسيتم خلالها تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من خلال فريق طبي متخصص، فضلا عن صرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان عن طريق الوحدات الثابتة والمتنقلة والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة. خصصت وزارة الصحة والسكان 539 مركزاً لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، كما خصصت 126 مركزاً لتقديم اللقاحات للمسافرين واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاحات. مراكز تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تفتح أبوابها يومياً للمواطنين من 9 صباحاً وحتى 9 مساءً في كل محافظة مصر، وهذه محافظة الأقصر وقد استعدت أيضاً بمراكز متنقلة. العمل بيبقى طوال أيام الأسبوع في جميع المراكز، الأجازات والجمعة والأعياد هم شغالين. طبيعة العمل من 9 صباحاً ل 9 مساءً. اللقاحات متوفرة، تعليمات معالي وزيرة الصحة والسكان التيسير على جميع المواطنين إنهم ياخدوا هذا اللقاح ضد فيروس كورونا. إحنا كمان في فرق متحركة هتتعمل في حوالي 3-4 فرق متحركة هيروحوا للناس في أماكنهم عشان يديهم اللقاح، وده نظرا طبعا لأهمية إن الناس تاخد اللقاح علشان خاطر نقي نفسنا ضد أي تحور لفيروس كورونا. محافظة الفيوم أيضاً بدأت حملة التلقيح بتجهيز مراكزها المنتشرة في مدن ومراكز المحافظة والمجهزة بكل ما يلزم لاستقبال المواطنين المسجلين لتلقي اللقاح.
النهارده بدأنا الدفعة الأولى من تطعيمات جونسون، وهي دي خاصة بالمسافرين للخارج، وهي عبارة عن جرعة واحدة فقط. بعدها بيتم إصدار الشهادة المؤمنة اللي بتصرح للمواطن العبور في المطارات الدولية والمصرية. بالنسبة لنا كمحافظة الفيوم مستهدف يومي من 6000 ل 10000 مواطن بالإضافة للمسافرين. تم التوسع في عدد مراكز التطعيم من 12 مركز ل 20 مركز تطعيمات على مستوى المحافظة، متوزعين على الإدارات الصحية المختلفة. أما محافظة قنا فقد أعدت مراكز مجهزة بعناية لاستقبال المواطنين الذين سجلوا سلفا لتلقي اللقاح عبر الموقع الإلكتروني، كما أضافت عددا من مراكز تلقي اللقاح لاستيعاب أعداد المواطنين الراغبين في السفر. قمنا بتجهيز 3 مراكز لاستقبال المواطنين المسافرين لتلقيهم اللقاح، مركز صحة قنا، مركز صحة نجا حمادي، مركز صحة قوس. قمنا بتجهيز الثلاث مراكز بكافة القوة اللازمة من الفريق الطبي والعاملين وفريق المركز المعلومات لاستقبال المواطنين. الخطوات بيقوم المواطن بالتسجيل عبر الموقع اللي حدده وكيل وزارة الصحة واختيار مراكز اللقاح المسافرين بقنا. المواطن بعد ما بيسجل بياناته بيتوجه إلي عشان يتلقى لقاح السفر أي من كان نوعه على حسب اختياره، سواء كان لو أخذ جرعة برة أو هيكمل الجرعة الثانية هنا أو اللقاح لأول مرة عشان خاطر السفر. من جانبها تناشد وزارة الصحة والسكان المواطنين بمواصلة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر بالمجان من خلال مراكز تلقي اللقاحات المنتشرة في كل محافظات مصر. نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم قافلة طبية مجانية للكشف عن المواطنين وصرف العلاج بالمجان بقرية الناصرية بمركز الفيوم. تستمر القافلة على مدار يومين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمة الصحية للقرى النائية والأكثر احتياجا. احنا النهاردة في القافلة الطبية ضمن خطة سيادة الرئيس في حياة كريمة بالاستهداف القرى الأكثر فقرا والأكثر حرمانا، بنقدم خدمة الأخصائي والاستشاري في القافلة. النهاردة القافلة بتضم معانا 10 عيادات، 8 تخصصات طبية. احنا دلوقتي لسه في الساعات الأولى وفي إقبال كويس على القافلة الحمد لله. يمكن تم توقيع الكشف على 150 مواطن حتى الآن، وإحنا مستمرين في العمل بتخصصات الجراحة والبطن والنساء والأطفال وتنظيم الأسرة والقلب والجلدية والعظام. الفحوصات والعلاج بالمجان والكشف بالمجان طول عمل القافلة اللي هم يومين السبت والأحد إن شاء الله بإذن الله. إحنا النهاردة يعني انبهرنا جدا باللي شفناه من القافلة الطبية الجميلة، جميع التخصصات الطبية أو معظمها، أدوية جميلة جدا، ناس قايمين بخدمة أكتر من رائعة فعلا. وبنشكر سيادة الرئيس على مبادرة حياة كريمة، كل الشكر لسيادة الرئيس وللدولة والقائمين على هذه القافلة اللي هم قاموا معنا بمجهود جميل جدا ومجهود عظيم قوي قوي. ومن الساعات المبكرة طبعا يعني خلية عمل ونشاط كبير جدا. وقد نظمت مديرية الصحة في محافظة القليوبية قافلة طبية بقرية الشموت التابعة لمركز بنها، وذلك ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين في المناطق البعيدة عن المستشفيات المركزية. تضم القافلة العديد من التخصصات ومعملي تحاليل دم وأشعة تستهدف إجراء الكشف الطبي لما يقرب من 30,000 مواطن من سكان هذه القرى والمناطق، مع صرف العلاج للحالات المرضية بالمجان. القافلة الطبية في قرية الشموت بتخدم 5 قرى بخلاف قرية الشموت. تعداد السكان تقريبا في حدود 30,000 مواطن. بنقول ان احنا عندنا في القافلة جميع التخصصات من بطنة وجراحة ونساء واطفال وتنظيم اسرة وجلدية وعيون. بنقول ان احنا عندنا كمان خدمة
بنقول ان احنا بننقل خدمه الاخصائي من المستشفيات الى القرى عشان خاطر الناس الكبار في السن والناس اللي هم ما يقدروش يجوا المستشفيات، انا بنقل لهم خدمه الاخصائي الى القرى. رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن عدد القوات الأمريكية المرسلة إلى أفغانستان للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان إلى 5000 جندي، وحذر بايدن طالبا من أن أي إجراء يهدد الأفراد الأمريكيين سيواجه برد عسكري سريع وقوي. هذا ودفع بايدن مجددا عن قراره سحب الجيش الأمريكي من أفغانستان قائلا إنه رابع رئيس يتولى المنصب في ظل وجود قوات أمريكية في أفغانستان، مؤكدا أنه لن يورث هذه الحرب إلى رئيس خامس. يأتي هذا بينما قال مسؤول أمريكي إن جنودا أمريكيين وصلوا بالفعل إلى العاصمة كابول للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين من العاصمة الأفغانية. وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية أن كتيبتين من مشاة البحرية الأمريكية المارينز وثالثة من سلاح المشاة ستصل إلى كابول خلال الساعات القليلة المقبلة. بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس الأفغاني أشرف غني الحاجة الملحة للجهود الدبلوماسية والسياسية للحد من العنف. وحسب ما أفادت الخارجية الأمريكية فقد أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة المستمر للشعب الأفغاني، كما أبلغ أشرف غني التزام واشنطن بإقامة علاقة دبلوماسية وأمنية قوية مع حكومة أفغانستان. في لبنان أبدى الرئيس ميشيل عون تفاؤلا بشأن إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة، كما أكد أن الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان والتي كانت نتيجة تراكمات سياسية مالية خاطئة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمة الدولة في المضي قدما في معالجة تداعياتها. جاء ذلك خلال استقبال عون في قصر بعبدة وفدا شبابيا عرض معه آخر التطورات الجارية في لبنان. دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون مجلس النواب إلى مناقشة مستجدات الأوضاع المعيشية والاقتصادية بعد قرار حاكم مصرف لبنان وقف الدعم على مواد وسلع حيوية والمضاعفات الناتجة عن ذلك. ونوه الرئيس اللبناني في رسالة إلى مجلس النواب أهمية اتخاذ الموقف أو الإجراء المناسب لهذه المستجدات. وقد أعلن الجيش اللبناني مصادرته كميات من مادتي المازوت والبنزين بعد ضبطها في عدد من المحطات المغلقة. ويباشر الجيش في لبنان عمليات دهم لمحطات الوقود ومصادرة للكميات المخزنة من المادتين المشار إليهما. أكد الرئيس السوري بشار الأسد ضرورة أن تعمل الحكومة على تحقيق التقدم والتنمية وأنه لا يجوز العودة بالبلاد إلى الوراء. وخلال ترأس اجتماع للحكومة برئاسة حسين عرنوس بعد أدائها اليمين الدستورية، أكد الأسد مواصلة جهود إصلاح الحكومة ومؤسسات الدولة مشددا على أن الأولوية حاليا للإنتاج وفرص العمل بعد أن كانت في المرحلة السابقة لاستعادة الأمن. بلغ إجمالي عدد الجرعات المضادة لفيروس كورونا المستجد حول العالم التي قدمت في أنحاء العالم 4,650,000,000 جرعة، وقد بلغ أحدث معدل للتلقيح قرابة 38,300,000 جرعة في اليوم الواحد بحسب متوسط الجرعات الممنوحة في 7 أيام. وفي الجزائر قررت الحكومة الجزائرية تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا على 40 ولاية لمدة 15 يوما بسبب فيروس كورونا. جاء القرار عقب المشاورات مع اللجنة العلمية الجزائرية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والسلطة الصحية.
وقد أعلنت روسيا تسجيل عدد قياسي جديد لوفيات فيروس كورونا بلغ أكثر من 819 وفاة، ليبلغ العدد الإجمالي خلال هذه الجائحة إلى أكثر من 169 ألف وفاة. وقد سجلت السلطات الصحية ما يزيد على 22 ألف إصابة جديدة خلال الساعات 24 المنقضية. أرجعت السلطات السبب للزيادة الأخيرة في وتيرة الإصابات إلى انتشار السلالة المتحورة التي تحمل اسم دلتا شديدة العدوى، فضلاً عن بطء معدلات التلقيح. دخلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية في إغلاق مفاجئ بعد أن سجلت أكثر من 460 إصابة محلية بفيروس كورونا في ارتفاع قياسي وسط انتشار الفيروس في مناطقها. وأوضح مسؤول بالولاية أن أوامر البقاء في المنازل ستصدر في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز لتقليل الحركة وحماية المجتمع من تطور وضع كوفيد-19 في سيدني عاصمة الولاية. وقد سجلت العاصمة اليابانية طوكيو أكثر من 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في حصيلة جديدة. وذكر مسؤولون أن هذا الرقم يمثل زيادة بمقدار 528 حالة عن حالات الإصابة التي سجلت في اليوم السابق عليه. كما ذكرت وزارة الصحة اليابانية أن هناك أكثر من 1500 مصاب بالفيروس في حالة خطيرة، ما يمثل ارتفاعا قياسيا لليوم الثاني على التوالي. والآن وقفة مع أهم الأخبار الاقتصادية. دشنت وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة أسيوط قافلة برنامج فرصة لتمكين الاقتصادي تحت شعار ابدأ واحنا معك. تهدف القافلة لدعم المرأة والشباب والأسر المحدودة الدخل وإدماجهم في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة المساندة في التدريب وتوظيفهم لدى أصحاب أعمال، كما تهدف لتحفيزهم لعمل مشروعات إنتاجية ناجحة لتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية. هذا وشهدت فعاليات القافلة تسليم 308 مستهدفين من الشباب والأسر الأكثر احتياجاً أدوات إنتاج تمكنهم من القيام بمشروعات صغيرة تدر عليهم دخلاً. وقع جهاز شؤون البيئة بروتوكولي تعاون مشترك مع مؤسسات المجتمع المدني في عدد من المجالات والمشروعات البيئية. أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن توقيع البروتوكولين يأتي من منطلق جهود وزارة البيئة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة. أوضحت أن الوزارة تلتزم بتقديم الخبرات الفنية المتاحة لديها بالدعم الفني لمشروعات مؤسسة نبض الحياة ذات الصلة بالموضوعات البيئية. والآن مع أخبار الرياضة. فاز الزمالك على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز. سجل للزمالك إمام عاشور في الدقيقة 57، وعزز سيف الدين الجزيري تقدم فريقه بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 59. بهذا الفوز حافظ الزمالك على صدارة جدول الترتيب ب70 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز 13 برصيد 34 نقطة. وقد فاز النادي الأهلي على ضيفه إنبي بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الممتاز. سجل للأهلي والتر بواليا ثم أتبعه بهدف لمحمد مجدي أفشا. بهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده إلى 68 نقطة، بينما تجمد رصيد إنبي عند 39 نقطة في المركز السابع.
تعادل غزل المحلة مع مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما ضمن الجولة 30 للدوري الممتاز. تقدم غزل المحلة عن طريق عبد الرحمن عاطف في الدقيقة 63، وأدرك سيراميكا كليوباترا التعادل بضربة جزاء سجلها ميدو جابر في الوقت القاتل. بهذا التعادل رفع المحلة رصيده إلى 34 نقطة في المركز 13، كما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 37 نقطة في المركز 12. وبأخبار الرياضة نكون قد وصلنا مع حضراتكم لختام هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على تسهيل الإجراءات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة تحملت كلفة كبيرة لتوفير سكن بديل لتغيير حياة المصريين للأفضل. التدريب الجوي المصري الإماراتي المشترك زايد 3 يختتم فعالياته بدولة الإمارات. بإمكانكم متابعة مزيد من الأخبار والتقارير عبر موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم التواصل معنا والتعرف على جديد الأخبار أولا بأول عبر حساباتنا الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام، ومشاهدة البث الحي للقناة عبر قناتنا الرسمية على يوتيوب. ليلتكم آمنة بإذن الله.